تونس. تونس ومظاهرات واسعة تندد بقصف الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في غزة. مظاهرات التوانسة في شوارع تونس تقف لأجل فلسطين، وطالما وقفت وستظل واقفة. مش تونس بس، مش تونس بس، العروبة كلها بتنتفض. اليمن، اليمن يا ناس، اليمن يا ناس، ومظاهرات في صنعاء وعدة محافظات يمنية تنديدا بجرائم القصف الصهيوني للمستشفى المعمداني في غزة. اليمن يا ناس. عاش اليمن العظيم. اليمن من الجنوب، لبنان من الشمال، تونس من الغرب، كل الشعب العربي بيتحرك، كل الشعب العربي بينتفض لأجل فلسطين، لأجل كل هؤلاء الأطفال. مئات آلاف من الأطفال ماتوا، ارتقوا شهداء.